يدي مصطفى الأزموري لعام الأسرار. وأصل الحكاية بدأت في أرض أزمور ولينا رشور ولينا رشور قصة ستيفان اللي تكلموا عليه البرتغال والإسكار. فض الغبار على صفحات التاريخ، هنا ستبدو رحلته إلى أمريكا بأريزونا وتكساس ونيو مكسيكو. عزتي نسجح الفقر وموت الأب بسبب الجوع ودخول المستعمر البرتغالي إلى أرض أزمور. وعلى مائدة الحوار وتفعيلا لتقنية مادة التعبير والإنشاء المقررة في مستوى ثاني إعداد والمسمات بالمحاكاة، نفتح طاولة لزميلنا أمين مكاري لتسجيل اللقاء. أمينينا أن الملائكة والحاضرين. فصغوا واحسنوا الإصغاء للذي أطفى على أحداث الرحلة إلى سيبورا لمسة فنية متنوعة وصاغها في قالب روائي مجنون قل نظيره. إنه الشاعر والروائي محمد البوعبيدي. لقاؤنا يتجدد بكاتبنا محمد البوعبيدي، والموضوع كما نعلم ندوة أدبية ذات طابع تاريخي حول رواية إستيبانيكو. السؤال الأول ستطرحه هاجر بن حليم، تفضلي هاجر. إيه فكرتكم أستاذنا في اختيار مصطفى الأزموري بطل لروايته وبسيرته الأخرى؟ ما الظروف التي كانت وراء هذا المولود الأدبي الرائع؟ أولاً الكاتب أو الشاعر هذا الرجل المغربي الذي هاجر وارتحل في مناطق كثيرة من العالم كان فعلاً هو شخصيتي المفضلة وهو شخصيتي الوحيدة الأساسية في روايتي. في إطار الرحلة براً وبحراً مما يسمح بقراءتها من مجالات مختلفة، سواء كانت معرفية مسة الحقيقة أو الوهم أو تاريخية مسة الواقع والأسطورة. عندما نتكلم عن الرحلة أو أدب الرحلة فنحن نتكلم عن رحالة، عن شخص ارتحل في أماكن معينة. ارتحل مصطفى الأزموري عبر الزمان والمكان، وارتحل في نفسي وفي عقلي وفي قلبي حتى دفعني إلى أن أكتبه رواية. ونبقى الآن مع فاصل فني نرجو أن يروقكم، وهو عبارة عن شريط سنعرضه بدون مقدمات. Era conocido como Mustafa Azmour y era famoso por Al-Azmour. En fuentes extranjeras, su nombre era Esteban el Moro, Esteban el Negro o Estebanico. Pero su verdadero nombre es Said Ben Hinto. Nació en la ciudad de Azmour a principios del siglo XVI. Hoy recibimos al señor Mohamed Bouabidi, el autor de la novela Estebanico, para presentarnos los acontecimientos de su novela. Bienvenido, nuestro profesor, a las Escuelas Científicas de Mara. بالإضافة إلى عدد هائل من النساء الجميلات التي وهبه إياها الهنود المرافقون له، قد كان هؤلاء يرتحقون بحبه كلما عبر قبيلة معتقدين أنه سيحميه من كل أخطار. مصطفى الأزموري عندما وصل إلى أمريكا اللاتينية فغرقت السفينة في خليج مكسيكو طبعا، وكان عدد أعضاء هذه الرحلة 600 رجل وامرأة، لم يعش سوى 4، وفي الأخير رحل من أجل الحصول على الذهب كما يرحل كل واحد منا من أجل الحصول على الجنة، وانتهى إلى حيث لا ندري، إلى تحت التراب، لا أحد منا يعرف ما الذي يحصل له. في الأخير قال مصطفى الأزموري: لقد حصلت على الذهب الأحمر، لقد ولدت بالحرية. والآن مع آخر سؤال ومع زميلنا لقمان، لك الكلمة يا لقمان. نقاء من هذه الرواية: كنا في كل مرة نجد نبالا مغوصة في جذوع الأشجار، إنها النبال التي أخطأت أهدافها الأولى. ما يتعلق بالسؤال الأخير، أن رحلة مصطفى الأزموري هي رحلة الغرباء. نعم، أرى أننا غرباء في هذه الحياة تماما، كما كان يقول العظيم جون سارتر. نعم، نحن نقف أمام باب مسدود، أمام جدار مسدود، في غرفة مظلمة كالذي ينتظر دوره في الإعدام. إلى ما تحصل لديه من معلومات حول بطل الرواية، من يبادر؟
تيباني بطل وحياتي انتقالي من الانسان الى المسطوره، انتقالي من سلاله البشر الى سلاله ابناء الشمس. عالم الابداع والكلمه يجمعنا من جديد ويستهوي قلوبنا، هي فرصه جديده نعبر فيها عن تقديرنا لحضوركم الكريم ونطبق بعض مهارات التعبير والانشاء التي اكتسبناها في الحجرات الدراسيه. ويتعلق الامر بمهارة التلخيص المدرجة في مقارنة ثانية إعدادي. لم يكن اختباء مصطفى الأزموري قبل نحو 500 عام حدثا يستدعي الانتباه في مدينة أزمير، فالمدينة كانت تعاني من قحط شديد، كما كانت تعاني من جو احتلال برتغالي كان ولا يزال يبحث عن وصف هيمنته على البلدة وعدد من مدن المغرب الساحلية. فهل عرفتم بطل حكايتنا؟ الجواب حتما وجدناه اليوم داخل فضاء مسرح المدارس العلمية بين ضيوفنا وأخيبتنا. بستلميذات تلاميذ أولى الجليزية، رحبنا بكم أستاذنا وأكدنا أننا مهما أطلقنا عنان لأقلامنا فإن العبارات لا تتسع لوصف شعورنا في هذه اللحظة التي تجمعنا بكاتب غني عن التعريف، وقد روضتنا أثناء حصة التعبير والإنشاء التي تعتبر فن الرسالة ضمن مقررنا، وكتبنا هذه الرسالة الجماعية باستثمار ما تعلمناه في المقرر. لقد شعرنا بالسرور والحبور بعدما علمنا بتشريفكم لنا بهذه الزيارة المهمة التي اتخذت طابعا ثقافيا وأدبيا واختارت موضوع روايتكم الشهيرة إستيبانيكو. لكن المشكور هو الذي يقوم به بطريقة أجمل طبعا ولا أجمل مما فعلتم، وشكرا جزيلا لكم. أثارت انتباهنا مجموعة من الكتب التي هي باكورد سيناريو، أسرار القراءة، أسرار الكتابة الشعرية، أسرار الكتابة الروائية. هل لكم أستاذي أن تقاسموننا هذه الأسرار باستفادة، لأننا نحتاج إليها ولأن بيننا مشاريع أدباء وشعراء وقراء. من محاسن كورونا أنني عدت إلى مكتبتي القديمة، وكنت قد بدأت بكتابة قصتي مع القراءة، وقصتي مع كتابة الرواية، وقصتي مع كتابة الشعر، وقصتي مع كتابة القصة القصيرة، وقصتي مع الإبداع في إطار ما أسميته بالسيرة الإبداعية. آمنين من الله أن نكون قد حققنا أهدافه وغاياته التي سطرت له، ونؤكد من هذا المنبر أن أنشطتنا ستستمر لأنها رمز قوتنا في المدارس العلمية مارا. فقد ارتأيت أستاذي الكريم باعتباري هوية للفن الرسمي أن أصب تلك مشاعري في نسج خيوط هذه اللوحة، فلكم مني هذه اللوحة المتواضعة التي أرجو أن تنال إعجابكم، وشكرا جزيلا. أشعر بالفخر الشديد كوني تلميذة بمدارس العلمية، لأنني حظيت بشرف لقاء الكاتب والشاعر المغربي محمد البوعبيدي، كاتب رواية المستكشف المغربي إستيبانيكو. اللقاء مع محمد البوعبيدي يتيح لنا فرصة للاستفادة من تجربته في الكتابة والشعر،